استاذ محمود مرسي ده كان مدرستي، يعني المدرسه اللي انا تخرجت منها. دايما يقول لك ايه مدرستك في الفن، اقول له مدرستي هي الاستاذ محمود مرسي، ومن اجمد واروع واصدق الممثلين اللي جم في تاريخ السينما المصريه والدراما المصريه هو كان الاستاذ محمود مرسي الله يرحمه. فانا من وانا بحبه كده في التمثيل، اول حاجه عملتها معاه يعني بعد ليله القبض على فاطمه، عملت بعد كده رحله ابو العلا البشري. فمدرسه مدرسه مدرسه، الإضاءة تاخديها إزاي، تقطيع الجملة تقوليها إزاي، تهدج النفس تاخديه إزاي، ما تبصيش على المونيتور طول ما أنت بتشتغلي. دروس دلوقتي مشيت عليها كتير جدا والحمد لله، يعني جنيت ثمار اللي زرعه فيا الأستاذ محمود مرسي الله يرحمه. يعني بجد من أجمل البني أدمين كمان، وبما أننا في حقوق الإنسان يعني هو من أجمل ما أعطى للإنسانية الفنية، يعني كأسرة كانت حواليه. قال لك حاجة دايما بتفتكريها، أو وقت ما بتكوني تايهة في الأدوار خايفة من حاجة بتفتكريها من محمود مرسي؟ أني أصدق الكلام اللي بقوله وأحب الشخصية حتى لو كانت عدوتي، يعني حتى لو كانت عدوتي وانا مش مبادئي الشخصيه دي لازم احبها قوي والاقي لها مبررات جوايا علشان اتقنها حتى لو كانت شريره. يعني